الو محمد، انا زعلانه منك يا محمد. معليه ليلى، انا اسف، انا كنت ابغى اجيكم لكن فضلت اتاخر شويه. لا لازم تيجي، انا ابغى اشوفك ضروري. ليه؟ في شيء؟ اذا جيت اقول لك. لا لا لا، طمنيني دحين. اسمع، ارجع اتفاهم مع بابا في موضوعكم. لكن المده اللي حدد لي هي لسه ما انتهت. لو انتهت المدة ما انت رايح تشوفه ولا تشوفني. ليه؟ فين رايحين؟ مسافرين من البلد كده؟ طيب يا ليلى، انا رايح اجيكم اليوم. لا تتأخر. مين يا ليلى؟ محمد ولد عمي يا ماما. وايش يبغى؟ جايين يسهروا عندنا الليلة. وان شاء الله قلت لهم يتفضلوا. طبعا قلت لهم يتفضلوا. إلهي ما يكسب شيطانك. في إيه أهو؟ تعال يا سيدي شوف بنتك. أولاد عمي جايين يسهروا عندنا، فيها إيه يعني؟ هو عشان كده؟ لا لا لا، ما في حاجة. روحي أنت يا بنتي، حضري نفسك. هي المصايب ورانا ما في فايده. اسمع يا ساره، احنا لازم نضبط اعصابنا ونقابلهم مقابله طيبه. وعلي هذا كله يعني؟ ما في وقت افهمك اكتر، انت فاهمه كل حاجه. خلي اعصابك في ثلاجه لين نتخلص منهم ونسافر. حاضر، ولا يهمك، أنا رايحة أقابلهم مقابلة تعجبك، بس خليهم يجوا. أهلا أهلا بحبايبي. أهلا بأولاد أخويا، يا مرحبا بكم. أهلا بيك يا عمي. متعشيين عندنا ما هو كده؟ ما أعتقد يا عمي، أنا جايك عشان الموضوع. بس المدة لسه ما انتهت يا ابني. أنا عارف يا عم، بس قلت أجيلك قبل ما تسافر. طيب قول يا ابني إيش عندك؟ يا عم الحقيقة أنا تعبت من حياتي، خسرت دراستي، تعبت أختي وأخويا في عيشة الفقر اللي عايشت أنا فيه. وأنا إيش تبغاني أسوي لكم؟ يا عم افهمني، أنا راجل وما أخاف على نفسي. ممكن أبات على كرسي قهوة، ممكن أبات على رصيف، ويا ما تغربت. لكن أختي بنت أخوك شعرت وجهك، وأخويا الصغير فكرت فيهم؟ يا لم الله يا ابني، قديه أنا بفكر فيكم وقديه بحبكم، ونورة زي بنتي تمام. تحبنا؟ الحب يا عمي ما يكون بإضمار الحب. الحب هو معاملتك لنا، اشتراكك المادي في احتياجاتنا هو حبك لنا. أو تتركنا للزمن وتقول أنا أحبكم؟ ولد أنت وهو، أنتوا جايين تتهددوني ولا إيه؟ لا يا عمي، إحنا ما إحنا جايين نهددك لا سمح الله، ولا إحنا جايين نطلبك حسنة زي ما أنت فاهم. احنا جايين نطلب حقوقنا، والحاجة هي اللي خلتنا نجيك يا عمي. بس انا ما اقبل منكم كلام قاسي بالاسلوب هذا، وانتوا اولاد اخويا وانا زي ابوكم. يا عم هذا الاسلوب اقسى، ولا ضياعنا وتشريدنا اقسى. يا ما شفنا العذاب انواع. طيب وش اللي تبغاه يا ابني؟ انا وعدتكم اعطيكم حقوقكم، بس انتم ما اعطيتوني فرصه. اعطيني فرصه يا اخوي، اعطيني. يا عم لا تفتكر اني انا غبي، لكن ثق، المخطط اللي في دماغك لا يمكن تنفذه انا على قيد الحياه. قيدي انا فاهم كل حاجه،
انت ما انت فاهم حاجه يا عم. اللي بيلعب القمار يكسب زي اللي يكسبه غيره طول عمره، لكن رايح يخسر كل اللي جمعه في اللعبه الجايه. واللعبه اللي بعدها رايح يتسلف، واللي بعدها رايح يشنب نفسه ولا يدخل السجن. سجن؟ وعلى ايه سجن؟ كل الناس تعرف عني اني طيب. يا عمي انت تاجر، والتاجر اللي زيك يبغى يجمع سمعة التاجر الناجح مع سمعة الانسان رقيق الاحساس. وهو بيشنق الناس عشان تنجح تجارته. هو يبكي علشان الناس يصدقوا انه طيب، ومطلبه من الدنيا مزيد من الغنى وبس. يعني انتوا ما تبغونا نتفاهم بالطيب ها؟ يا عمي انا واخواني اصحاب حق، وانت ابعدتنا عنه بكل وسيله قدرت عليها، مع اننا اولاد اخوك، والسبب واحد. ايش هو؟ قلب الانسان ينقصك يا عمي، حتى ولو تظاهرت بالطيبه طول العمر. استغفر الله العظيم. يا ابني انت واخوك قليتوا ادبكم عليا. احنا ما نبغى حب، احنا نبغى رجوله. ولد انا ما عندي رجوله. الرجوله يا عمي هي صدق وصراحه واحساس بالمسؤوليه، مواجهه الحقيقه حتى لو كانت مره رجوله. الرجوله يا عمي شرف وامانه وعمل، ما هي سرقه وتمديد واحتيال. ولد قليل ادب. خلينا نفضل اللي في قلبنا يا عمي قبل ما نلجا المحاكم والشرطه ونفضل سيره بين الناس. محاكم وشرطه؟ وايش اللي في يدكم عشان تروحوا للمحاكم ولا للشرطه؟ وريله يا اخوي الورقه، وريله. الورقة هادي يا عمي، عمرها أكبر من عمر طارق. الناس كلها عارفة قصتنا معاك وست اللي جننتوها. أنت اتهجمت على بيتي واتجرأت تاخذ ورق وغيره؟ طيب أنا أقدر أتهمك. الورقة أنا اللي جبتها، ست أعطتني هي لما كنت عندكم. وقف كل اللي جهزته عشان تهربوا، وكفاية الأموال اللي هربتها برا في الخارج عشان تبني بها عماير هناك. عمي أنت ما خليت لنا شيء هنا؟ ولد أسكت أنت. تعالي على المكتب يا محمد، وأنا وإنت نتفاهم في الموضوع. من بكرة تلقاني في المكتب عندك. يلا يا طارق. أمشي يا أخوي. مع السلامة. عمي تفضل هنا يا عم. فهمتهم في المكتب يطلعوك على كل شيء؟ شفت كل حاجة؟ ايوه شفت يا عم، بس الرصيد اللي موجود في البنك مكشوف، والحاجات التانية الباقية الموجودة أقل من عشر رأس المال اللي بدأ أبو أبويا قبل 15 سنة. هذا هو حقكم يا ابني. حقنا؟ والأموال والعماير اللي برا حقت مين؟ ألف مرة فهمتك وقلت لك حقتي وحقت أمي وأنا اللي أورثها. إيوه يا عمي، لكن أنت ما تورث أبويا، والأموال اللي دخلت بها ستي باينة ومعروفة أقل بكثير من الأموال اللي دخل بها أبويا. يا ابني أنت إيش تبغى مني؟ احنا جايين هنا نتفاهم ونتحاسب ولا جايين نختلف تاني؟ لا انا اقول لك يا عمي،
احنا لازم نجمع الحبوب والاموال كلها ونقسمها علشان ما يدخل جيبك قرش ايتام حرام. اسمع، انا تركت لكم بيت امي وسيبت لكم المؤسسه واعتقد كفايه خلاص. لا يا عمي، ده كله ما يساوي شيء. يا ابني انت ما كنت تحلم انك تكون موظف لك اعتبار في هذه المؤسسه، صرت اليوم صاحبها، ايش تبغى؟ كفايه خلاص. ابغاك يا عمي تبرر ذمتك. هناك في حساب، في عقاب يا عمي. اكل مال الايتام حرام نار. وانا خايف عليك يا عمي، خايف عليك. قصره. هذه ورقة مكتوب فيها حقوقك وحقوق أخوانك، وقع لي بالاستلام إنك استلمت كل اللي يخصك ويخص أخوانك. لا، مع احترامي يا عمي، أنا ما وقع على شيء زي كده. رايح تصير جوز بنتي واحنا في الاصل اهل، والضفر ما يخرج من اللحم زي ما يقولوا، وخلينا ننسى كل اللي صار. يلا الله يهديك. على العموم يا عمي، انا اوقع لك بالاشياء اللي استلمتها هنا وبس عشان اخويا واختي. وتفضل، أنا قيد مجهز لك ورقة جاهزة وموقعة خالصة. تفضل. كده؟ ربنا يختار لي في الخير يا عمي. طيب معلش. خلاص جاهزين؟ خلاص، بس خلينا نمر نسلم على أمي وعلى أخواني. طيب بسرعة عشان موعد الطيارة. أنا جاهزة، ما عندي ولا شيء. العفش رايحة تيجي تاخده أختي بكرة. عسى دول يجوا بعد ما نمشي عشان يجلسوا مع ستهم. محمد جاي عشان يودعنا وطالع معنا المطار. يجوا على عفشنا قبل أختي ما تاخده؟ يعني تجلس امي لحالها لين تيجي اختك؟ خلاص، انا رايحه اقفل الغرف واعطيها المفاتيح وبعدين اختي تعطيهم هي. أنا زعلانة منك يا محمد، كنت رايحة أسافر وما أشوفك. هو عمي مصر لسه على سفر؟ طبعا، أخواني هناك سبقونا وما بقيلنا هنا شيء. ما بقيلكم شيء؟ لحقتي تنسيني؟ ما أقصد والله، إيش بيدي عشان أسويه؟ الله يسامحك يا عمي، حرمتني الراحة والاستقرار وأنا صغير، واليوم تحرمني العطف والحب والحنان. محمد، حاول مع أبويا يمكن تقدر تقنعه. قلبين اعتصرهم الألم، بيد أقرب الناس لهم. مين يا ليلى؟ أنا رايح أرسل لك أول ما أوصل. لا تنسى تكتب لي عن أحوالك وأحوال نورة وطارق.
أنا يمكن أنسى نفسي ولا أنساك يا ليلى. أنت اللي رايحة تنسيني قسوة أهلي. مين يا ليلى؟ محمد ولد عمي يا بابا. ذكرنا القط جانا ينط. نعم، ايش تبغى؟ سيودعكم يا عمي. لا يا سيدي ارتاح، ما نبغى احد يجي يودعنا. بس الواجب برضه بيحتم علي. الواجب ولا جاي تستلم البيت؟ البيت فيه ستي يا عمي، وانا مو معقول رايح اسيب الحاله. اتفضل يا سيدي اجلس مع ستك لين تيجي اختي وتعطيكم المفاتيح. يلا يا شيخه بلاش غلب. يلا مع السلامه يا عمي. أنا في السيارة يا جاسم. خالتي؟ يلا يا جاسم. طارق، يا ريتك اتقدمت شوية، كنت شفت عمك وودعته. يا ريت انا ما شفته، كان احسن. طارق، في ايه يا حبيبي؟ اخوي، ما تزعل مني. وازعل منك على ايه بس؟ لو قلت لك كلام يخصني ما يزعلك؟ لا يا طارق، ما يزعلني. قول يا حبيبي. انا في الحقيقة ماني راضي بالقسمة هذه اللي قسمها عمي، وراح هو وأولادي يتمتعوا بأموالنا وحقوقنا في الخارج. يا طارق، هذا حقكم وانتوا أحرار فيه، لكن عمي يمدي يسافر خلاص. لا ما يمدي. طيب ورايحين نسوي ايه؟ نشتكيه ونوقف على السفر. يا طارق، تفتكر الناس يقولوا علينا ايه؟ لا ما يزعلك. لا يا طارق، ما يزعلني. قول يا حبيبي. انا في الحقيقه ماني راضي بالقسمه هذه اللي قسمها عمي، وراح هو واولادي يتمتعوا باموالنا وحقوقنا في الخارج. يا طارق، هذا حقكم وانتوا احرار فيه، عمي يمدي يسافر خلاص. لا ما يمدي. طيب ورايحين نسوي ايه؟ نشتكيه ونوقف على السفر. لكن يا طارق، تفتكر الناس يقولوا علينا ايه؟ يعني ما يلومون الناس على كده؟ ما يقولوا اشتكوا عمهم على وسخ الدنيا؟ الناس لو داري عن حاجة كان قالت له هو. كيف تاكل اموال اولاد اخوك اليتامى بالحرام؟ كيف؟ انا معاكم في كل اللي تبغوه، ورايح اكون معاكم لين تدوروا وتحصلوا اموالكم وحقوقكم كلها،
هذا اذا كان عمي موجود ما سافر. اروح ابلغ عنه واروح للمطار. اعطيني الورقه يا اخوي اعطيني. انا اجي معك. هيا طيب يا اخوي. الحمد لله الله فكنا منهم. ايوه خير يا راجل. حاضر. والله وسافرنا يا سارة. يلا. الله لا يرد الغلا ولا كياله. Thank you.
اجيكم بكره ولا بعده؟ خير يا دكتور. روحوا انتوا بالسلامه، الاولاد رايحين يقابلوكم. اقول لك طب مين مش فيه؟ لا 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 ولا شيء، خلوا بالكم من نفسكم بس. يا ليلى يا بنتي. واجيكم بعد يوم ولا اثنين. اخوانك يا بنتي رايحين يقابلوكم، ما علي ولا حاجه. لا تخافي. خلي بالكم من نفسكم يا بنتي. في امان الله. ألو، لو سمحت أرسل للسيد قاسم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل السريع. عساك راجعت نفسك وقررت ترد حقوق أولاد أخوك. خلاص، أنا مستعد أعطيهم كل اللي لهم عندي. طيب ومن أول ليش كنت بتنكر؟ لقيت ما في فائدة، حتى في الطيارة حكتوني، والأولاد كبروا وعرفوا كل شيء. طيب تفضل اكتب لي إقرار هنا بأنك ترد لهم كل حقوقهم قبل ما تخرج. لا، أنا ما أقدر أعطيكم شيء دحين. الله، لسه عدوبك معترف وموافق. أموالي وفلوسي كلها برا في الخارج، أروح هناك وأرسل لهم هي عن طريق السفارة. يظهر إنك أنت ما تبي تخرج من السجن. ليه؟ أنا مستعد أكتب تعهد بكده وأجيب ألف واحد يكفلني على هذا الكلام. القضية ما هي كده يا سيد قاسم. البلد اللي انت هربت فلوسك فيها حصلت فيها حرب أهلية، وما تستطيع انك انت تسافر لها الآن. بتقول ايه؟ أموالي وأولادي هناك. انت جبت الخبر هذا منين؟ وريني أشوف. تفضل. استمرت المعارك وقصف المدفعية طوال اليوم على جميع الجهات، على جميع الجبهات. وقع تبادل عنيف بالمدفعية، وقد شبت الحرائق في أضخم العمائر السكنية. عمائري، أولادي. أهلي، عمائي، فلوسي، أولادي. يعني أنا
خلاص صار ما عندي شيء، راحت أموالي، راحت عمايلي، ها؟ يد عمايل أولادك يا أمي يا أخويا حمد يا أولاد أخويا ها يد يد لا حول ولا قوة إلا بالله. ألو المستشفى، لو سمحت ارسلوا لنا سيارة إسعاف. انت اسمعها مني ترى، والله فرصة، وعلى فكرة والله فيها قرشين طيبة. طيب خلاص انت تعال وما يهمك، اللي يرضيك مستعدين بوك في الخدمة احنا. طيب يا سيدي مع ألف سلامة. يا ولدي الله يخليك اسقيني شوية موية. ايش اللي سوى فيك كده؟ انت عارفني انا مين يا عم قاسم؟ انت مين يا ولد؟ انا حامد بواب العمارة اللي كان فيها مكتبك. انت حامد؟ تشتغل هنا يا حامد؟ لا هذا مكتب العقار حقي انا، الله عوض علي والحمد لله. لكن انت ايش اللي سوى فيك كده؟ الدنيا غدرت بي يا حامد وما كنت اخذ حسابي فيها ابدا. طيب تعال عندي في المكتب، تعال ادخل عندي. والله قطعت قلبي يا شيخ، يا حامد يا ولدي اطلب لي سندويتش الله يخليك اكل، لي يومين من يوم ما خرجت من المستشفى وانا ما دكت الزاد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وانت كنت مريض يا عم كاسم؟ لا تشغل بالك بي يا حامد، الله بينتقم لعباده في الدنيا قبل الآخرة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يعفي عنك يا ابن الحمد. لكن قل لي يا حامد، صحيح المكتب هذا حقك؟
وانا رايح اكذب عليك يا عم قاسم. عسى ما تفتكر اني اخذت شنطه الفلوس اللي جبت لك هي المكتب عشان اتصل بالشرطه وارد لصاحبها وانت ما رضيت. لا يا حامد يا ابني لا. انا اعرفك من زمان. صحيح صحيح انا ماني متعلم، لكن اتربينا على الصدق ومعرفه الحلال من الحرام، وخوف الله ماهل قلوبنا دائما، وهنا عايشين مستورين والحمد لله، ورؤوسنا مرفوعه يا عم قاسم والحمد لله. الله كريم يا ابني، انت لقيت اللي تقوله تفتخر به يا حامد، لكن انا ايش رايح اقول وايش رايح اعيش؟ اسف انا يا عم قاسم، والله ما كان قصدي اثر عليك. لا يا ابني قول قول يا حامد، علمني الشيء اللي نسيته طول عمري، علمني يا ابني. استغفر الله العظيم، انت سيدي عارفين؟ هذه الكلمة يا حامد هي اللي خدعتني. كل حياتي وأعمالي كانت خطأ في خطأ في خطأ، وكانوا يقولوا لي أنت سيد العارفين. هذه الكلمة هي اللي خدعتني، هي اللي خدعتني. المهم خليني أحكيك كيف الله عوض علي. قول يا حامد يا ابني قول. أرض صغيرة كانت عندي، بعتها من زمان، بعتها واشتريت غيرها مع ارتفاع قيمة الأراضي، وكسبت فيها واشتريت غيرها وبنيتها من صندوق التنمية العقاري، واليوم عايش عيشة كلها نعمة في نعمة، الريال يجيب حشرة. هنيئا لك يا حامد، هنيئا لك. يقوم مع الضعيف حتى يستعجب القوي. لكن انت ما قلت لي يا عم قاسم، ما قلت لي على قصتك. قصتي؟ خليني في حالي يا ابني. قصتي ما بقي لي شيء في الدنيا، كل شيء راح، المال راح، والأولاد ما أدري عنهم، والصحة زي ما أنت شايف يا حامد، ولسه الطريق ماشي، والنهاية يعلم بها الله، يعلم بها الله. لكن لطف الله كبير يا عم قاسم، هو الأمل اللي باقي لي يا حامد، هو الأمل اللي باقي لي في لطف الله. شيطان شيطان غواني في لحظة ما فكرت فيها، لا بالنهاية ولا بالمصير. أنا برضو ما فهمت، يعني أنت خسرت في تجارتك؟ يا ريت كان اسمي عرفت طريقة. أقول لك إيه وأخليه، أنا صار بالنسبة لي كل شيء مجهول، غلبتك معايا يا حامد،
خليني أقوم أروح أسجل اسمي في الضمان الاجتماعي وأخذ رزق اللي بقيلي في الدنيا. طيب استنى يا عم قاسم أجيب لك السندويتش. استنى يا عم استنى أجيب لك السندويتش. إلهي خطايا عدها ليس يحصر يضيق بها الإحساس مني فأسفر. إلهي خطايا كلما ثار وازع من النفس ضجت في الحنايا تزمجر. إلهي خطايا كنت في غور لجها أجدف لا أدري المصير وأمخر. إلهي خطايا طقت ذرعا بحملها وأنت على محو الخطيئة أقدر. إلهي خطايا لم يدم غير وخزها وقد كنت فيها سادرا أتخطر وأطلقت للنفس الأثيم زمامها فصارت على شهواتها تتحسر. إلى أن رمت بي في متاهة ضلة وراحت بآثام الخطى تتعثر. دبرهم أمورك وأي خدمة أنا برضو مستعد. صارت تجوز علي الحسن. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ايش فيك كده زعلان؟ يا الله قد كده زعلان؟ ليه ايش فيه كمان؟ صعب علي يا عمي يا نور والبهدلة اللي تبهدلها. ما هو انت السبب يا طارق. والله أنا كمان صعب علي يا عمي. يا أخوي أنا غلطة واحدة غلطتها في حق عمي خلتني أحس بندم. الله يسامحك يا عمي الله يسامحك. خلاص دحين ما في فايدة عمي صار في يد العدالة. أخوي أنا رايح أتنازل عن الشكوى وإنتوا كمان تنازلوا خلي عمي يسافر لأولاده. خلاص ومستني ايه؟ يلا بينا نروح له على المركز. شوف مين على الباب يا طارق. يسلمك يا ولدي. ايش بك؟ دعاكم علي امر الله يا طارق. محمد نورة عم قاسم جاء. اتفضل يا عمي البيت بيتك. عم قاسم عمي
ممكن أدخل؟ تفضل يا عمي، تفضل. استريح هنا، اقعد. يا الله، ارفعني شوي. تعال كده، ايوه كده، استريح كده يا عمي. الحمد لله على سلامتك. ايش بك يا عمي؟ قدرة الله يا ولدي، دعاكم علي. سلامتك يا عمي. الله يسلمك. خالتي سارة اتصلت اليوم بتسألنا عنك. ما أبغاها تسأل عني ولا حاجة، عساها ما رجعت. هي السبب في كل اللي صار لي، الله يكافيها من عنده يا رب. لا تبكي يا عمي، هو احنا الاحزان ورانا ورانا. خلاص يا عمي، الله جمع شملنا. واولادي وبنتي ما تعرفوا عنهم شيء. اولادك بخير يا عمي، وبكره جايين. وراح نستقبلهم ونتعرف عليهم لأول مرة، وانت راح تعرفنا ببعض. أنا سامحوني يا حبايبي، سامحوني يا رب، سامحني يا رب. سامحناك يا عمي، سامحناك من كل قلوبنا. خلاص يا عمي خلاص، ودعينا ربنا إنه يسامحك. يا رب أنت كريم يا رب. يا حبيبي يا طارق، أنت سامحني. أنت اللي عمرك ما شفت يوم تحكي عليه، وأنا السبب، أنا السبب، أنا السبب. يعني أنا اللي شفت يوم في عمري يا عمي. انت يا محمد يا ولدي، ابوك يا ما دلعك ويا ما دلع نوره، لكن طارق عمره ما شاف يوم يحكي عليه. خلاص يا عمي، انت ابويا وانت عمي وانت اهلي، يكفيني اليوم إن أمشي بين الناس وأنادي وأقول عمي عمي. الدم عمره ما يصير مويه يا عمي. خلاص يا عمي خلاص، لا تبكي، خلينا نفرح يا عمي، خلي حياتنا فرح وفرح، وكمان خلينا نستقبل أولادك بفرح يا عمي. لا، ورايح أغني لكم، أصل الأيام خلتني مغنواتي. مقادير يا قلبي على مقادير، مقادير يا قلبي على مقادير، مقادير. وش ذنبي أنا مقادير.
مقادير مقادير يا قلب العنا مقادير وش ذنبي أنا مقادير مقادير يا قلب العنا مقادير وش ذنبي أنا مقادير يا قلب العنا مقادير وش ذنبي أنا مقادير وتنهي حياتي مشاوي واتمنى الهنا مقادير وتنهي حياتي مشاوي واتمنى الهنا مقادير واتمنى الهنا مقادير وتنهي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مقادير.
على ميعاد. حنا حنا والفرح كنا وكنا فعاد وعشنا عشنا على الأمل حنا على ميعاد. حنا حنا والفرح كنا وكنا بعاد وعشنا عشنا على الأمل حنا وكان الفرح غايب وأثر الأمل كاذب وكان الفرح غايب وأثر الأمل كاذب. مجدي مجدي